لما بنتكلم على الموضوعات النهارده في الحقيقه يعني الاستاذ اشرف اجاب اختيار الموضوع، بيقول صناعه كره القدم، وبيقول ثقافه المشجع، وبيقول ثقافه الخبير. الثلاثه دول هي جزء من اللي احنا نقوم بيه ونعمله. اي نعم الوضع الحقيقي يختلف، اي نعم الوضع الحقيقي لما بنقول احنا هنمارس وهنشوف كره القدم على الوضع الطبيعي او شكلها الطبيعي، بيكون في موضوعات، في حاجات كتير، في اشكاليات، في حاجات ايجابيه، في مواجهات. الحدث نفسه او الايفنت نفسه ليه نكهه خاصه في كره القدم. صناعه كره القدم عملت توصيف وظيفي، لما تيجي تقول كده احنا عدد المسميات الجديده انا حصرتها وصلت تقريبا 1000 مسمى وظيفي في الرياضه ككل تم انتاجه من صناعه الرياضه. اذا هي كارير موجود، كارير ليه التوصيف الوظيفي بتاعه، ليه حاجات كثيره جدا. طب المنظومه دي كلها بتغلف بعمليه تثقيفيه، بتغلف بعمليه تثقيفيه هي الوعي ما بين الجمهور، ازاي توعي الجماهير ان هو كمان عنده مسؤوليه، وازاي توعي النادي ان هو ازاي يدير الجماهير. احنا لازم نعلم ان في حاجه حتى في الجنب في الاستادات، مواصفات للاستاد علشان اقول هو هيستقبل الجماهير ازاي، وانت على حسب درجه الاحتراف بتاعتك. الاعداد دي حاجه اسمها اداره الحشود، اداره الحشود دي يعني طالما عندك عدد بالالف ازاي تحسب معدل دخوله الاستاد، وازاي تحسب معامل خروجه الطبيعي، وازاي تحسب معامل خروجه لحظه الكارثه او لحظه الازمه. ولو حصلت الازمه انت هتجيب الخروج من فوق لتحت في المدرج ولا من تحت لفوق، وعدد البوابات بالنسبه لل 360 درجه بيكون عددها قد ايه علشان معامل الكثافه الاعداديه للدخول في الاستاد. مش كده تقول ده ايه ده، هو بنشوف في منتشر في اوروبا نص ساعه بيفتح ويقفل، لان عدد المداخل اللي موجوده على 360 درجه متقسمه بشكل متوازن على عدد الدخول، فبتلاقي اكتر من 300 بوابه. بس برضو احنا عندنا في الموضوع ده للتثقيف المشكله او الموضوع ان جهه لازم تثقف الجمهور هو ايه اللي عليه، وتثقف الاداري اللي هيدير هذه المنظومه ايه برضو اللي عليه، اللي هي تحديد المسؤوليه ما بين الاطراف كلها. علينا ان نكون على يقين ان الميداليات والانتصارات السريعه والعاجله لا تاتي الا اذا كانت هناك قاعده رياضيه عامه للجميع، وممارسة الرياضة عنصر من عناصر الثقافة والتقدم، ويجب أن ننظر ونحصي عدد الممارسين للأنشطة الرياضية خاصة في السن المتقدم، لأن هذا دليل على أن هؤلاء تلقوا قواعد الرياضة الصحيحة ومارسوها في أماكن مختلفة، ربما في المدارس، في النوادي، في مراكز الشباب. فالمشاركة دائما هي الهدف الأسمى في ممارسة الرياضة، خاصة أننا نرى الآن أن الرياضة انجرفت وانحرفت في دهاليز البزنس والتجارة في ظل الاحتراف الذي يسود الآن كرة القدم وأيضا كثيرا من الألعاب. هل قلة الثقافة الرياضية هي التي أدت إلى ذلك؟ من المسؤول عن تشكيل ونشر الثقافة الرياضية؟ لأننا جميعا دائما نقول أن هناك نقص في الوعي الرياضي. هل هو التعليم وأنظمته؟ هل هي الأسرة؟ هل هو الإعلام؟ هل هو نظام الدولة نفسه؟ هل أسلوب الحياة والتسابق على لقمة العيش؟ أعتقد الأسباب كثيرة، وعلينا أن نبدأ في إيجاد الحلول ونبدأ بالإعلام والتعليم.